بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ثبتنا على الإسلام كما هديتنا إليه، فثبتنا عليه لأن نلقاك غير فاتنين ولا مفتونين، وغير مبدلين، يا أرحم الراحمين، بتوفيقك وفضلك وكرمك يا رب العالمين. وكما دعوناك لأنفسنا، ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وذرياتهم، ولجميع المسلمين يا رب العالمين، ونخص منهم آل بيت نبينا لمزيد حقهم، فاحشرنا في زمرتهم، واجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم على خير حال، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة والتعليق على حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى في فقه السادة الشافعية، نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن نتكلم في السنن المتعلقة بيوم الجمعة قبل الإتيان للجمعة. قلنا أن هناك سنن، منها التبكير، طبعا منها قراءة سورة الكهف، قرأناها يوم السبت الماضي، ومنها التبكير إليها، التبكير لصلاة الجمعة، وهي خصلة أول ما ترك المسلمون من السنن كما ذكر التابعين، هي التبكير لصلاة الجمعة. أول شيء انشغل المسلمون بدنياه، فتركوا التبكير لصلاة الجمعة، فصاروا يأتون صلاة الجمعة قبل الأذان بلحظات، والآن يأتون صلاة الجمعة قبل نزول المنبر، الخطيب من على المنبر لحضور الصلاة، والبعض يأتي أثناء الصلاة. فلله يعني الحمد، ولا يحمد على مكروه سواه. الناس الواحد الآن عندهم زهد في أعمال الخير وأعمال الآخرة، ولكن عندهم تكالب في أعمال الدنيا وحصول على الرزق السريع منه، وهذا بسبب الغفلة التي رانت على القلوب. فنسأل الله أن يسلمنا. ومنها التبكير إليها، يعني لما تقول للواحد إيه رأيك أديك فلوس تتملكها بشرط تشتري جمل بيها وتوزعه للفقراء وتاخد ثوابه، هيفرح بيا ولا مش هيفرح؟ يفرح بيا. تمام، الجمل دلوقتي ثمنه مش أقل من 5000 جنيه، اللي يتذبح كويس يعني، عنده 5 سنين كده وحلو، جمل جدع يعني كده، بتاع 5000 جنيه. فأنا لما أقول لك خد يا سيدي ال 5000 جنيه دي اعتبرها ملكك، بس بشرط تجيب بيها جمل وتذبحه وتوزعه لله، تفرح بيا ولا ما تفرحش؟ تفرح، لأن أنا اديتك هدية كبيرة، ثواب عظيم. أو التبكير في صلاة الجمعة لما تأتي في الساعة الأولى كأنما قدمت جمل. شوف قد إيه سهلة إزاي، من غير ما تروح السوق ولا تتعب ولا تشتري ولا تحمله على العربية ولا تنزله من العربية ولا تجيب جزار ولا تقطع لحمة ولا حاجة خالص، وأنت جايب هدومك حلو وجميل كده وقاعد تقرأ سورة الكهف، تصلي على النبي، تصلي ما شئت من صلوات، تقعد تجمع خاطرك مع الله ومع نفسك لعل الله ينير قلبك. لما تعمل كده شوف كل أسبوع، تصور بقى الأنوار اللي هتأتي في قلبك. تأتي الساعة الأولى كأنك قدمت جمل، الساعة الثانية كأنما قدمت بقرة، والساعة الثالثة، الساعة الأولى دي يعني إيه؟ يعني بعد شروق الشمس بساعة، يعني قول على الساعة 7:30 8،
لما تيجي كانت تصور انت المساجد تبقى مفتوحة، مساجد المسلمين من صلاة الفجر الى صلاة الجمعة، لان الناس تصلي الفجر وتقعد تذكر ربها حتى طلوع الشمس، وبعدين يروح يغتسل وينظف نفسه ويلبس الثياب الجديدة ويطلع على صلاة الجمعة على طول. كان الصحابة كده، كان اول طعام يأكلونه بعد ما يصلوا الجمعة، ولا يقيلوا يوم الجمعة قيلولة الضحاء، اللي هي في ناس بتحب في الضحى كده بعد الضحى شوية كده على الساعة 8 ونص 9 يناملوا ساعة 2 وبعدين يقوم يفوق كده. كان الصحابة يوم الجمعة ما يعملوهاش، يعملوها بعد صلاة الجمعة، ليه؟ حتى لا يضيع عليهم التبكير إلى صلاة الجمعة. فهي سنة ماتت من السنن الميتة الآن، فعلينا بقدر الطاقة أن يعني نحييها وإحيائها، فيها عبادة كبيرة. كل هذا لغير الإمام، كل هذا لغير الإمام، أما الإمام فيجي على الخطبة على طول. ومنها التبكير إليها لغير إمام لخبر الشيخين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسلها، يعني مش شرط يعني يصيبه جنابة عشان يغسل. غسل الجنابة يعني غسل كغسل الجنابة. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدن يعني جمل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج الحديد. احنا قرأنا الحتة دي الدور، احنا واقفين قول والثاني. طب ما سايبني ليه؟ طيب كويس، على اي حال اكدنا عليه. وبعد كده طبعا الغسل، غسل الجمعة معروف. طيب احنا قلنا بقى والثاني اي من الاربع خصال تنظيف الجسد، اي تنقية من الدنس ولو من داخله، وكذلك يسن تنظيف الثياب. وهذه الامور لا تختص بالجمعة، بل تسن لكل من يريد حضور مجمع من مجامع الناس، لكنها في الجمعة اشد استحبابا. قال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. دي بتجارب بقى، تجارب الصالحين. هتقول لي جابها منين؟ تجارب الصالحين، زي ما الاطباء يقول لك وصفه كده ويقول لك اما تواظب عليها يحصل لك ويحصل، ما بتقولوش ايه دليلك يا طبيب؟ التجربه اثبتت ذلك على مر العصور، اسمها تجارب الصالحين. من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. لا شك ان الانسان ظاهره يؤثر على باطنه، لا شك. لدرجة انك انت ما بتلبس مثلا ثوب نظيف كده وجديد وبتحبه تبقى ماشي منشرح ومبسوط، لانه مريحك، تفصيلته مريحاك، قماشته مريحاك، مناسبة للجو، لونه حلو، وانت كمان بتحب اللون ده، تلاقي نفسك من جواك تبقى ماشي منشرح ومبسوط. مش ده اللي بيحصل؟ ولما تلبس ثوب فخم قوي تبقى ماشي كده، يا رب تهدم عليك يا قد، يعني يديك شوية غرور كده، بيديك هذا الشعور، مش كده برضه؟ لما تلبس بدلة فخمة قوي وتبقى غير اما بتبقى مثلا لابس جلابيه قديمه، بيبقى حالك من جواك غير حالك من ايه وانت لابس بدله فخمه قوي. وانت لابس بدله فخمه بيدي لك شعور كده بانك انت يعني راجل فوق الناس، مش كده برضو؟ عشان كده من جر ثوبه خيلاء، النبي نهى عن ايه؟ ان الانسان يجر ثوبه، لان الثوب يؤثر في نفس الانسان من حيث اللون، لدرجه في ناس بتعالج بالالوان، يقول لك عايز صدرك ينشرح كده البس برتقاني واصفر، وعايز مثلا تبقى اللون الأحمر يعين على الغضب وعلى الانتقام ويسارع بالشهوات، واخد بالك؟ ده اللون الأحمر. وفي اللون الأخضر هادئ، واللون البنفسجي الخفيف ده يهدئ الأعصاب، يعني في ناس كده بتعالج بالألوان. وأول من عالج بالألوان الفراعنة، والبرديات مكتوب عليها مثل هذا الكلام، كانوا يعالجوا بالألوان الثياب. يعني يجي له واحد عنده مرض معين يقول له البس الثوب الفلاني، درجة إن حتى لون ما تأكله نفسه له تأثير على الهضم. لما تاكل حاجات كده ألوانها جميلة وانت مقبل عليها تلاقيها سهلة مستساغة وهضمها سهل. وعشان كده ربنا خلق لنا ألوان كثيرة في الطعوم علشان يعيننا على ذلك. يبقى لا شك ان ظاهر الإنسان يؤثر على باطنه، وباطن الإنسان أيضا يؤثر على ظاهر، فالإنسان هكذا. وعشان كده بيقول لك سيدنا الإمام الشافعي: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. يعمل ايه؟ بإزالة الريح الكريه منه، أي من الجسد، كصنان هو ريح كريه يكون تحت الإبط. الصنان ده احنا المصريين يقولوا على الصنان اللي هو البول، لا
لكن الصنان رائحه ايه؟ العرق اللي تحت الابط واللي في اعلى الفخذ بين الفخذين كده، تلاقي الحتتين دول عرقهم ليه ريح مخصوصه، لان الغدد العرقيه اللي فيها ايه؟ غدد عرقيه مخصوصه يعرفها الاطباء ليها اسم معين، غير الغدد العرقيه اللي في سائر الجسم بتفرز عرق له ريح مخصوص، فلما بيكتر بيبقى رائحته حتى الانسان يتاذى منها من نفسه. فالانسان بقى ايه؟ يعني يزيل هذه الروائح الكريهه منه. ليه؟ لانه هيجتمع مع المسلمين فلا يؤذيهم برائحته ولا هو نفسه يتاذى برائحه نفسه. كصنان هو ريح كريه يكون تحت الابط ودخل بالكاف بخر ونحوه. ليه؟ اما يقول ايه؟ كصنان، يعني ايه الكاف للتشبيه؟ يعني كانك بيقول لك ان في روائح كريهه كتيره، الصنان منها، لكن انت بقى افهم. كبخر ونحوه يعني ايه؟ لو نفس ريح وحش يسموه ابخر، لما يبقى واحد نفس ريح وحش، يقوم اللي ريح اللي نفسه ريح وحش ده يدعك اسنانه بمعجون اسنان ويستعمل سواك ويتمضمض وما ياكلش كرات ولا بصل ولا ثوم اليوم اللي قبله، كل ده علشان ايه؟ يعينه على ان رائحه فمه تبقى كويسه، ويتمضمض بماء ورد ويستنشق بماء ورد ويستنثر، كل ده بيعينه على زوال الرائحه الكريهه اللي هي ايه؟ نفسه لو كان له رائحه كريهه. ولو كان برضه لا يزول في بعض الناس، فلما يجي يكلم الناس ما يقتربش منهم قوي عشان ما يأذيهمش، او يحط حاجه على فمه لما يجي يكلم الناس. بنشوف بعض الناس اللي عندهم الادب ده احيانا يعمل الحكايه دي. فالايه؟ لانه عليه ان هو يزيل مثل هذه الاشياء، فيتعاطى ما يزيله، يتعاطى كل ما يزيل هذه الاشياء. كانوا بيستعملوا الشبه زمان والحاجات دي، يمسح بيها ابطه تقوم تقلل العرق، وهي حاجات كانت كويسه احسن من الحاجات اللي بيرشوها دلوقتي وبتعمل حساسيه في الجلد، والله اعلم مكوناتها ايه، ما تعرفش مكوناتها ايه. فالاحسن ايه؟ هو احسن طيب هو الماء، الماء والصابون. يغتسل كويس كده وينظف نفسه حلو، وبيزيل شعر الابط يقوم يقل عرقه، وبينتف او ينتف شعر الابط ويزيل شعر العانه حلقا في العانه ونتفا في الابط على الافضل، وان كان يجوز حلق الابط. كل ده يعين على قله ايه؟ العرق والروائح الكريهة في مثل هذه الأماكن. الإسلام دين نظافة جميل. فيتعاطى ما يزيله، أي بأن يلطخ موضعه بالمرتك الذهبي ونحوه في الحمام. كان زمان في حمامات عامة، وما زال إلى الآن في باب الشعرية بعض الحمامات محتفظين بها من باب الأثر يعني. فكانوا بيدوهم بعض المواد عند العطارين كده يستعملوها علشان إيه؟ يمسحوا بها المواضع دي فيقل العرق فيها وتمتص الرائحة الكريهة. من مرتك بيان لما يزيل، وقول ونحو اي كطين وليمون. يعني كل دي وصفات ايامهم، ايام سيدنا ايه الامام البيجوري، يعني من حوالي 200 سنه تقريبا كانوا بيستعملوا مثل هذه الاشياء. والوقت في حاجات تانية، واحنا قلنا اطيب الطيب هو الماء. الانسان لما ينظف نفسه بالماء كده كويس هيبقى نظيف. والثالث من الخصال الاربع لبس الثياب البيض، ومنها العمائم. العمائم تيجان العرب، ودي برضو يعني من كمال الزينة، كمال زينة العرب انهم يلبسوا العمائم. العمائم حلوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول العمائم تيجان العرب، العمائم تيجان العرب. غيرنا يلبس البرنيتة والكاب والحاجات دي غير العرب اللي هم الاجانب، لكن العرب يحبوا يلبسوا العمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي إيه عمامته بين كتفيه او على احد جانبيه، واحيانا يعمل لها ايه عزبتين صلى الله عليه وسلم، واحيانا عذبه واحده. كل ده كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على عاده قومه، ثم بعد ذلك جعله من كمال الزينه صلى الله عليه واله وسلم. لبس الثياب البيض ومنها العمائم. دلوقتي بيلبسوا القلانس اللي هي ايه؟ الطواقي، يعني الطواقي البسيط كويس حلو، تغطيه الراس شيء من كمال الزينه عند المسلمين. ويسنى ان تكون جديده الثياب، يعني بقدر الامكان يختار الجلابيه الجديده بتاعته، لان يوم الجمعه ده يوم عيد، فما يختارش الجلابيه القديمه المقطعه او اللي هي لونها بقى باهت او شيء من هذا، عشان ده بيثير بهجه ويشع بهجه في نفوس الناس جميعا. بتدخل المسجد كده تلاقي كلهم كده لابسين ثياب نظيفه وجديده وحلوه، تقوم ايه الكل يبقى منشرح، يطلع الخطيب كده يبقى فرحان بالناس والناس فرحانه بيه، يقوم ربنا يلهمه ما ينفع الناس. لان خد بالك ان اللي بيكلم الناس هو الله من فم الخطيب، افهم دي كويس. فعلى قدر مستواك ربنا بيدي للخطيب الالهام. مستواك ضعيف في اللغه العربيه يجيب لك خطيب ما يعرفش كلمتين على بعض، لان هو مستواك كده، المرء مرآة اخيه.
انت اصلا ملخبط تلاقي الخطيب متلخبط مش عارف يقول موضوع معين لان اللي قاعدين ملخبطين رخرين زيه. فهمت ازاي؟ ما هو الانسان ايه مرآة اخيه. لكن انت احضر كده وانت مقبل على العالم والعالم كمان مقبل على تلامذته وعلى الناس وهو حريص على انه ينفعهم وهم حريصين على انهم ينتفعوا. هذه المشاعر كلها لما بتبقى موجودة القلوب بتتكلم. تبص تلاقي ربنا يجري عليك النفع ويفتح عليك المعاني الحلوة اللي تليق بالناس اللي قاعدين بالاسلوب اللي الناس ايه تسمعه. وعشان كده انت تلاحظ واحد يتكلم تلاقي عنده مقبول عنده قبول، واحد تاني يتكلم ما عندوش قبول لانه ده مقبل والناس مقبلة عليه وده مقبل عليه وما عايز ينفعهم. ودي حتى بنلاحظها مع الاطباء نفسه، يعني مع الاطباء نفسهم ما بيبقى كده بيكشف على المريض او بيعمل له الجراحة ونفسه ان العيان يخف من قلبه وبيبذل جهده كده وهو حريص ان العيان يخف بغض النظر عن انه هيقبض منه فلوس او لا. تبص تلاقي ربنا يجري النفع على ايده والعين يخف. لكن هات بقى الطبيب اللي هو ايه بيعمل العملية عشان عايز يجزر العيان في الفلوس ويقبض منه مش عارف ايه الشيء الفلاني، وكل هم هو بيشتغل هيقبض كام بغض النظر عن انه يستفيد ولا ما يستفيدش. يقول لك وانا يعني مغسل وضامن جنة، انا مالي انا بعمل له الشغل وخلاص وهاخد فلوس. في اطباء بعض الاطباء بيبقى في قلبي مثل هذا وهو يعمل، توصل المرضى بتوعه لا يستفيدوا كثيرا من تدخله، يتحسن شوية او بعضهم، لان كأن القلوب لها دخل حتى في اعمال الجوارح. كل ما تبقى انت حريص على الحاجة، شوف انت حتى العامل نفسه، العامل اللي بيدخل على المكنة وهي عطلانة وهو عنده حرص انه يكتشف العيب بتاعها ويصلحها، ربنا بيوفقه ويصلحها. طب هات لي عامل كده مقبل على المكنه العطلانه وهو ايه قلبه معرض عنها، معرض عنها يعني مشغول باموره، يعني اما اشوف كده يعني يمكن ما الاقيش داخل كده وهو مهزوز، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يدلوش. ربنا بيدي لكل واحد على قد ايه اللي جوه قلبه. خد بالك قلبك ده نظر الله فيه، همتك عاليه ربنا يوفقك في الظاهر بحيث تعمل الاعمال اللي الناس يستعجبوا عليه. ازاي عملها ده؟ عرف يعملها ازاي؟ لان لا حول ولا قوه الا بالله، هو ربنا بينظر بس لهمتك. انت عايز ايه يديك؟ هو كريم يديك اللي انت عايزه بالظبط، اللي انت عايزه بالظبط هيديهولك وازيد شويه. خد بالك لدرجه اللي عايز معصيه ربنا بيقوي عليها. طب هات لي انت كده راجل عايز ايه بيحب الستات وبتاع، تلاقي كل الموبايلات بتاعته تليفونات ستات سيئه السمعة قاعده تطلبه طول النهار لانه عايز كده، فربنا ييسر له الامور. تلاقي كل الستات اللي يعرفها سيئه السمعة حيثما حل يلاقي الستات سيئه السمعة. طب هات لي راجل كده عفيف حلو محترم حيثما حل يلاقي الخير. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل انسان اللي هو عايزه، عايز الخير يدي لك الخير قدامك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. خد بالك من الحكايه دي كويس عشان تحدد انت عايز ايه، لان ربنا هيديك اللي انت عايزه. خد بالك الحكايه دي، بينظر لقلبك ويديك اللي انت عايزه. عايز جنه والله هيوفقك لانه خلقها عشانك انت، ده خلقها علشانك. عايز نار مفيش مانع، النار موجوده واسعه وليها اهلها برضه. واخد بالك؟ عايز الله نفسه بقى ولا يشغلك عنه شيء، يا تلاقي الانوار والمعارف تبقى من العارفين بالله سبحانه وتعالى. يبقى الانسان يحدد هو عايز ايه، ما يبقاش ماشي مشوش مرفوع الهمه. شوف الصحابي لما الرسول صلى الله عليه وسلم ايه بيقول له تمنى علي، بيقول النبي بيقول له عايز يكافئه لانه ايه كان بيخدم النبي بالليل، يجيب له وضوءه يجيب له حاجه يصلي عليها، نايم على باب حجرته فاذا استيقظ النبي ليلا يجده، فخدم النبي عده ايام عده ليالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بيوضيه كده بعد كام ليله بيقول له تمنى علي اللي انت عايزه. شوف بقى همه الصحابه، والصحابي ده كان بينام على باب بيت النبي ليه؟ مالوش بيت يقويه ولا ليه زوجه ولا يملك حاجه في الدنيا. اي واحد فينا هيتمنى عليه يقول له طب عايز بيت وتجوزني، مش كده برضه؟ حاجه عاديه، شاب وما عندوش بيت وفقير والنبي بيقول له تمنى علي. لكن شوف الصحابي يقول له ايه؟ اتمنى ان اكون معك في الجنه. شوف همته فين؟ شوف الهمه فين؟ مش همة دنيوية بقى. ادي الصحابة، هم دول الصحابة همتهم عالية. كان الشيخ امين الكردي نقلا عن الشيخ احمد مرسي النقشبندي من الاولياء الكبار، كان شيخ الشيخ احمد مرسي النقشبندي. حضرت انا للشيخ احمد مرسي النقشبندي من سنة 80 الى ان توفي
يعني بعد 10 سنوات او اكثر. فكان بيحكي يقول لك الشيخ امين الكردي كان معروف انه مستجاب الدعوه، فكان يقول لك انا مكست اكثر من 20 سنه ما حدش يجي يقول لي ادعي لي اكون من اهل الجنه ابدا، كل واحد يجي يقول لي ادعي لي ابني يتعين في الوظيفه، ادعي لي بنتي تتجوز، ادعي لي مش عارف اخف، ادعي لي ربنا يسهل لي التجاره بتاعتي. كل الناس بتطلب حاجة متعلقة بالدنيا، ما حدش بيطلب حاجة متعلقة بالآخرة أبدا. بيقول أنا 20 سنة قاعد في وسط الناس والناس تجي له عشان يدعي لهم، قاعد يشوف إيه الناس أملها في إيه، نفسها ربنا يحقق لها، كلها دنيا. عشان تعرف الفرق بيننا وبين الصحابة بس، إن ده جيل كان همته عالية، همته عالية حاجة تانية. فربنا ينفعنا بهم ويحشرنا في زمرته. ومنها العمائم، ويسنى أن تكون جديدة، فإن لم تكن جديدة سنة أن تكون قريبة منها، يبقى أجدد حاجة عندك يعني. ويسنى أن يزيد الإمام في حسن الهيئة للاتباع، الإمام بقى يزود شوية. يعني الوقت الإمام مثلا يلبس العمامة ويلبس الجلابية البيضة، وساعات يحط عليه كتفه شال ويلبس عباية، يعني يبقى كده حاجة قيمة وسيمة، يعني بيزود شوية من هيئته للاتباع، لأن النبي كان إيه يخرج في كامل زينته عند خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم، ولأنه منظور إليه والناس كلها قاعدة نظرة لي. وإلا والأكمل أن تكون ثيابه كلها بيضاء، الأكمل للإمام اللي هيخطب الجمعة يبقى ثيابه كلها بيضاء، لأن ده أشرف الألوان يعني. وإن لم تكن كلها فأعلاها، فإن لم تكن كلها بيضاء فأعلاها يبقى أبيض. ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة لإطلاق خبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ليه خير الثياب؟ لأنها أنقى الثياب، لأن أي قاذورات تبان على طول تقوم تنظفها، دي من أنقى الثياب. عشان كده وكفنوا فيها موتاكم. نعم المعتبر في العيد الأغلى في الثمن، لأنه يوم زينة، حتى لو كان يوم الجمعة يوم عيد راعى يوم العيد في جميع نهاره على المعتمد، فإنها أفضل الثياب ويليها ما صبغ قبل نسجه بخلاف ما صبغ بعده، فلبس خلاف الأول على المعتمد وقيل بكراهته، وعلل بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه، ورد بأنهم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته. خلاف الأولى أقل من الكراهة، بين الكراهة وبين المباح، في بالك بين المكروه يعني بين المباح وبين الحرام درجتين، خلاف الأولى والمكروه ثم المحرم، خدت بالك؟ زي ما يقول برضو إيه يعني، يعني الأولى فعل كذا، الأولى فعل كذا يعني حاجة معناها أقل من السنة وأعلى من المباح شوية، الأولى، خدت بالك؟ لا خلاف الأولى أقل، يعني خد بالك إن الكراهة دي فيها من الحرام الثواب في تركها، فيها من الحرام الثواب في تركه، طلب الترك مطلوب فيها، لكن غير جازم، وعدم الجزم يجعلها قرب المباح، فهي قرب المباح من جهة أن فاعلها لا يأثم، وهي قرب المحرم أن تاركها يثاب، واخد بالك؟ فهي فيها من الاثنين، لكن هي فرع المباح، المكروه فرع المباح، لكن لا يفعله أهل الفضل، أهل الفضل لا يفعلون المكروه، يتجنب المكروه بقدر الطاقة. والرابع أي من الخصال الأربع أخذ الظفر إن طال، يقص ضوافره، مش يسيب لي بقى الظفر بتاع الخنصر ده طويل كده زي المفك يقعد يفك بيه المسامير وبتاع ويعمل بيه ويعور الناس، لا، وبعدين يبقى مليان برضه إيه يعني مجمع بقاذورات قد تحول بين وصول الماء إليه فيمنح وضوءه وصحة وضوءه، فالواحد يحتاط، يبقى يقص أظفار كل أظفار يده، ما يخصص صباع ويترك ظفر فيه، كل الأظفار، وإلا يبقى إيه له مخالب كالحيوان. فأخذ الظفر إن طال أي لغير محرم،
لحرمة ذلك. طبعا انت عارف ان من محظورات الاحرام قص الاظافر، وكذلك وغير مريد تضحية في عشر ذي الحجة. ولما يجي اول ذو الحجة وانت هتضحي يسن انك انت برضو ما تقصش ضوافرك ولا تقص شعرك لحد ايه ما تذبح اضحيتك لكراهة ذلك. يبقى الكراهة عكس السنة، تقابل السنة. السنة يستحب فعلها ويثاب على فعلها، ولا يأثم تارك، واخد بالك؟ يبقى السنة او المندوب هو ما طلب فعله طلبا غير جازم يسموها سنة. طيب وما طلب فعله طلبا جازما يسموه واجب. كويس. وما يستوي الطرفين حيث الطلب وعدمه، مستوي الطرفين يسموه مباح. طيب وطلب الترك طلبا غير جازم يبقى مكروه، وطلب الترك طلبا جازما يبقى حرام. يبقى الاحكام الشرعية خمسة. الاحكام الشرعية خمسة: واجب ومندوب او سنة ومباح ومكروه وحرام. والوهابية اختصروا الاحكام الخمسة دي كلها في حكم واحد: بدعة ضلالة في النار حرام. كل حاجة عنده بدعة ضلالة في النار حرام، لا عنده مكروه ولا مستحب ولا واجب. معظم فتاويهم كده، هل تسمع في فتاويهم ان هذا مكروه؟ كل فتاويهم بدعة ضلالة في النار حرام قطعا، واخد بالك؟ يا حرام يا بدعة يا ضلالة يا في النار، ما عندوش بقى ايه الوسط ده. لكن المسلمين طول عمرهم عندهم الاحكام الخمسه معروف. جاي والرابع اي من الخصال السنه عند الاصوليين. عند الاصوليين التعريفات دي تعريفات في اصول الفقه. السنه عند علماء الدين اللي هم الصحابه هو الدين مطلقا، يدخل فيها الواجب حتى ويدخل فيها المستحب. السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا، واخد بالك ازاي؟ يبقى السنة لما يقولها صحابي غير السنة لما يقولها أصولي من علماء الأصول. علماء الأصول دول أما يقول لك السنة يقصد كده ما طلب فعله طلبا غير جازم، والسنة هي المندوب عند الشافعية لا فرق بينهما، وعند المالكية فيها تمييز بس يميزوها. تدرس الأصول يقول لك الفرق، واخد بالك ازاي؟ المندوب أقل شوية من السنة، أقل شوية من السنة، طلب برضو فعله طلب غير جازم بس أقل من السنة. يعني السنة عندهم مطلوب فعلها طلب غير جازم لكنها بأحاديث كثيرة وأحاديث قوية ومعروفة، زي السنن الرواتب وزي السنة التي كان لا يتركها النبي. لكن في سنن تانية مش مشهورة والنبي كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فتبقى دي سموها مندوب، واخد بالك؟ يعني يميزوا بين السنن المتبعة والنبي كان لا يتركها أبدا وهي سنن، وفي أحيانا النبي يفعل أشياء ويترك أشياء يبقى يسموها مندوب، ده الإيه المالكي. لكن الشافعية عندهم المندوب والسنة حاجة واحدة. طبعا في تفصيل في الواجب والفرض عند الأحناف. الأحناف يميزوا بين الفرض والواجب. الفرض ما طلب فعله طلبا جازما، كويس، طلبا جازما بدليل قطعي. والواجب ما طلب فعله طلبا جازما بدليل ظني، واخد بالك؟ يميزوا بين الدليل القطعي والدليل الظني. يعني دي تفاصيل هتلاقيها في علم اصول الفقه. نعم. لو حضرتك يعني لو عندي خبر احد ودوت دليل يفيد الظن فدوت كده يبقى عند الاحناف واجب؟ عند الاحناف الاضحيه عندهم واجبه. الأضحية عندهم واجبة لأنها ثبتت بإيه؟ بالسنة بالآحاد، فعندهم واجبة، كويس؟ أوجبوها لكن لم يقولوا بفرضيتها، لا لم تثبت عندهم إيه بدليل قطعي. عندهم قراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة فرض، والفاتحة واجب، من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. الحديث ده عندهم حديث ثبت من طريق آحاد، فقالوا يبقى الفاتحة واجب وليست فرض. الفرض انك تقرأ ما تيسر من القرآن، كويس؟ يبقى ده الفرض. وان يكون الفاتحة على الوجوب، فان ترك الفاتحة صلاته صحيحة
مع الاسم يأثم. واضح؟ فهمت ازاي فرقوا هما؟ يبقى لو لم يقرأ الفاتحة عند الأحناف وصلى بأي قرآن فصلاته صحيحة، ويأثم لترك واجب، لأن عندهم لا تبطل الصلاة إلا بترك فرض، أما ترك الواجب يأثم فقط بتركه. يعني لكن عند الشافعية طالما ثبت عن النبي خلاص يبقى لا فرق، أحاد ولا غير أحاد يبقى لا فرق، كله عندنا يبقى له معنى واحد، طلب جازم يبقى واجب، والواجب هو إيه؟ أخو الفرض. إلا في الإيه؟ إلا في الحج فقط، ميزوا في الحج بين الواجب والفرض، الشافعية في الحج فقط ميزوا بين الواجب والفرض، وده هيجي في وقت إيه الحج؟ لما نقرأ إيه مناسك الحج. والرابع أي من الخصال الأربع أخذ الظفر إن طال، أي لغير محرم لحرمة ذلك في حقه، وغير مريد تضحية في عشر ذي الحجة لكراهة ذلك في حقه، ومثل يوم الجمعة في سن ذلك، في سن قص الأظافر يعني يوم الخميس ويوم الاثنين لشرفهما دون بقية الأيام. وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله شعرا كده، وإن كان لم يثبت إلا إنه جايبه لك، يعني قص الأظافر يوم السبت آكلة تبدو وفيما يليه يذهب البركة. يعني ما تقصش ضوافرك يوم السبت، يجي لك آكلة يعني إيه؟ يعني تاكل أطرافك، يعني مرض، يعني تقصش يوم السبت. وفيما يليه اللي هو يوم الحد يذهب البركة، يعني ما تقصش ضوافرك لا يوم السبت ولا يوم الحد. وعالم فاضل يبدو بتلوهما، إنما يوم الاثنين ده العلم والفضل. وإن يكن في الثلاثة فاحذر الهلكة، ما تقصش ضوافرك يوم الثلاثة. ويورث السوء في الأخلاق رابعها، ولما تقص في يوم الأربع يورث سوء الأخلاق. وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلك، لكن تقص يوم الخميس، يعني عايز يعمل لك شعر عشان يبين لك. والعلم والحلم زيد في عروبتها، في عروبتها يعني عروبتها ليوم الجمعة، يعني لما تقص أظافرك يوم الجمعة يجي لك العلم والحلم والأخلاق الحلو. عن النبي روينا فاقتفوا نسكه، كانوا يعملوها شعر كده الناس تحفظها، لكن الإمام ابن حجر قال لك لم يثبت ذلك إلا إيه يعني بهذه الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا اشتهرت هذه الأبيات، لكن قال ابن حجر إيه الهيتمي، وقد اشتهر على ألسنة الناس أشعار منسوبة لبعض الأئمة في فعل ذلك وأيامه وكلها زور وكذب. وما قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام جرى على الغالب، يعني بعض العلماء قال لك كل عشرة أيام تقص ضوافرك وما تزودش في نتف الإبط وحلق العنعن عن 40 يوم، كل ده على سبيل الغالب الأعم في الناس إن الأظفار بتطول في خلال 10 أيام، فيبقى ما تزودش عن 10 أيام، يبقى دي العادة. العادة النبي أمرنا بقلم الأظفار ما قالناش إمتى، ففي واحد ضوافره تطول أسرع من غيره يقصها لما تطول، بس الحكاية سهلة. والعبرة بطولها عادة، ويكره الاقتصار على تقليم يد واحدة أو رجل كذلك، يكره أنك أنت تقص ضوافر يد واحدة أو رجل واحدة، قياسا على أن النبي نهى عن الواحد إيه ينعل إحدى القدمين ويترك الأخرى، مش كده برضو؟ يعني حتى مطلوب العدل في الجوارح، في جوارحك مش تلبس إيه حذاء في 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 قدم وتترك الأخرى، لا، فلينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، الحديث كده. ويكره الاقتصار على تقليم يد واحدة أو رجل كذلك كلبس نحو نعل واحدة لغير عذر. غير عذر، افرض إيده دي متعورة ورابطها، عنده عذر، فطالما رابطها هيقص ضوافر الإيد اللي بيستعملها، ودي لما يفك الرباط والضمادة بتاعتها يبقى يفك أظافرها براحته، يبقى ده عنده عذر. واختلف في كيفية ذلك، ازاي بقى تقص الضوافر؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ما هو تكريم يبدأ بالميامن، وفي كل ما هو ايه غير تكريم يبدأ بالمياسر، مش كده برضو؟ دي القاعدة العامة بقى في الفقه كده. فقلم الأظفار ده تكريم ولا غير تكريم؟ تكريم، زينة من كمال الزينة، يبقى يبدأ بالميامن. طب بس أنا عندي 5 صوابع، أنا صباع ابتدي فيه؟ ابتدى العلماء كل واحد بقى يمعن ذهنه ويشوف أشرف الأصابع إيه، فيبتدي بالأشرف، وبعدين بعد كده عندنا جهة الميامن ونبتدي من جهة اليمين بعد الأشرف، وهكذا. فكل الحاجات دي اجتهاد من العلماء على الأصول المعتبرة،
لكن النبي لم يأمر بترتيب معين في الأصابع، لكن هو أمر أمور عامة، إن نبدأ بالميامن، وإننا لما نبدأ بأمر في زينة نبدأ بأشرف الأعضاء. كويس. فالعلماء ابتدوا يقيسوا هذه المعاني كلها، ويبتدوا ينصحوك بكيفيات إزاي تقص ضوافر. كويس، عشان ما تقوليش إيه الدليل بتاعهم. دليل عام، دليل عام مش دليل خاص بهذا الترتيب، فهمتني؟ هو دليل عام عندهم بهذا. والمعتمد أنه يبدأ في تقليم اليدين بسبابة يمينه الموحدة، لأن دي أشرف الأصابع، لأنه يشير إلى علامة التوحيد، مش كده برضو؟ يبقى يبدأ بسبابة يمينه، يبدأ بالسبابة، وبعدين أما تعمل إيدك كده، واخد بالك، يبقى جهة اليمين في اتجاه إيه؟ الخنصر، مش كده برضو؟ يبقى بدأنا بالسبابة، تروح ماشي بعد كده جهة اليمين، يبقى يبدأ بالسبابة فالوسطى فالبنصر فالخنصر، عشان يبقى بدأ بأشرف الأصابع اللي هو يشير إلى علامة التوحيد، ثم اتجه يمينا. واضح الكلام؟ اتجه يمينا كده، وبعدين يجيب الإبهام، سهل دي في اليد اليمنى، ثم إبهامها، وبعدين يجي بقى في الايه في اليسار، يبدأ بالخنصر اهو للآخر علشان يبقى في اتجاه اليمين، مش كده برضو؟ يبقى العلماء بيجتهدوا عشان يحقق الأصول المعتبرة في الشرع أصلا، لأن تيمنوا، مش النبي كان يحب التيمن في أموره كلها، مش كده برضو؟ يبقى أما يحب التيمن يبقى أمشي في اتجاه اليمين أحلى من أن أنا أمشي في اتجاه اليسار، مش كده برضو؟ فقال لك اليسرى تبدأ إيه؟ بالبنصر، بالخنصر اللي هو يسموه الصباع الصغير أصغر الأصابع، إلى وينتهي بالإبهام. سهلة؟ يبقى اليمين بينتهي بالإبهام برضو، وفي اليسرى بينتهي بالإبهام برضو. واضح؟ ثم خنصر يساره إلى إبهامه، وفي تقليم الرجلين، في تقليم الرجلين يعمل إيه؟ بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي. الرجلين بقى، أصل الرجلين معكوسين، خد بالك، فلما هيعملهم كده هيبقى يبتدي بخنصر عشان يمشي الاتجاه، بيعمل رجله كده، اما يعمل رجله كده وش قدامه، يبقى ياخد اتجاه اليمين، يمشي بخنصر اليمنى لحد اخرها، وبعدين الى خنصر اليسرى، الى خنصر اليسرى على التوالي. لكن ذهب الغزالي، الغزالي ليه ترتيب تاني، بيقوله انه يبدأ بسبابة يمينه ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر، ويأجل بقى ايه الإبهام، ثم بخنصر اليسرى ثم بنصرها ثم الوسطى ثم السبابة ثم إبهامها ثم إبهام اليمنى في الآخر، ثم بخنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى، حكاه في المجموع عنه وقال إنه حسن إلا تأخير إبهام اليمنى، فينبغي أن يقلمها أو يقلمها بعد خنصرها، وبه جزم في شرح مسلم ده الإمام النووي، وهو المعتمد كما علمت. يبقى الكيفية الأولى هي المعتمد عشان ما تلخبطش نفسك كثيرا. وقال ابن الرفع الأولى مخالفتها، هيقول لك بقى طريقة ثانية تلخبطك خالص، ثالثة. كويس، ده ابن الرفع، نقراها برضو عشان تفهمها مش عشان تعمل بيها، يعني هنعمل بالطريقة الأولانية خلاص. كل دي بقى من باب ايه الأولى، يعني من باب الأولى مش ايه، لكن لو أصاب أي ترتيب ما يجراش حاجة بقى خلاص، يجرح حلو ما يجراش حاجة، أصاب أي ترتيب يعني بس أصاب، لكن ما تعورش نفسك، وإذا كان نظرك ضعيف ما تقصش لنفسك، وإذا كان عندك السكر ما تقصش لنفسك، لأن مريض السكر ما بيحسش بأطرافه، والسكر يأثر على شبكية العين فيخلي نظره ضعيف وهو ما بيحسش بأطرافه، يجي يقص يقوم ياكل لحمه يعور رجليه، يدور على الدكتور وعنده غرغرينة سكرية وبقت مقلب، وكل يوم بنشوف عينين بهذه الصورة، يبقى مريض السكر لضعف نظره ولقلة إحساسه بأطرافه لا يقص أظافر نفسه، وده برضو إيه من باب حقنا نضيفها هنا في كتب الفقه، لأن لا ضرر ولا ضرار، لأن مريض السكر بيفقد إحساسه بأطرافه بعد 10 سنوات من مرض السكر إلى 15 عاما لما يقدم في مرض السكر. في واحد يقول لك بس أنا مريض بقالي سنتين بس في السكر وما بحسش بأطرافي، أنت اكتشفتها بقالك سنتين، لكن أنت مريض بقالك أكتر من 10 سنين وأنت ما بتعملش تحاليل، فهمت إزاي؟ فطالما المريض ما بيحسش بأطرافه يبقى ده مريض سكر بقاله أكتر من 10 سنين، حتى لو اكتشف السكر النهارده، يبقى هو بقى له 10 سنين على السكر ومش داريان ماشي بيه كده. فيبقى مريض السكر نرجوكم
ما يقصش ضوافره بايده لان نظره ضعيف واحساسه باطرافه ضعيف. كويس؟ يبقى خلي اولاده ولا مراته يقص له ضوافره في مكان ايه يعني في اضاءه كافيه علشان ما يعوروش ايديه. وقال ابن الرفع: الاولى مخالفتها لخبر من قص اظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا. طبعا الكلام دي كلها لم يثبت عن النبي. وفسره جماعة منهم أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الوسطى، اهي الخنصر ويسيب واحد وبعدين الوسطى وبعدين يسيب واحد والإبهام وبعدين يرجع يجيب، يعني يلخبطهم يعني، فأنا مش عايزين يلخبطونا بقى. ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، يعني ايه؟ يعمل صباع ويسيب صباع، يعمل صباع ويسيب صباع، وبعدين يرجع يعمل اللي سابه. واضح؟ دي طريقة ابن الرفع. وإلى هذا الترتيب أشار بعضهم بقول في قص يمنى رتب خوابس أو خصب اليسرى وباء خامس. خوابس يعني إيه؟ الخاء الخنصر. يبقى الخنصر الخنصر أهو واب خاء وا الواو تبقى الوسط. كويس؟ والباء إبهام وبعدين سين الألف، واخد بالك ازاي؟ خوابس. وبعدين بعد كده هيبقى الايه؟ السبابه. وبعدين الالف اللي هي ايه؟ الابهام. صح كده. يبقى عندنا هنا خوابس خنصر وسطى ايه؟ ابهام. وبعدين البنصر والسبابه. شفت ايه؟ لخبطونا ازاي؟ عملها خوابس كده. لكن احنا خلينا في الترتيب الاول اسهل، هو ده اللي خدناه عن مشايخنا. يعني مشايخنا هم اللي فهمونا ان ده الترتيب المعتمد وايه وريحونا. او خصب اليسرى، خصب برضه تجيب الحروف وباء خامس. والخبر المذكور هو في كلام غير واحد، لكن قال الحافظ السخاوي: لم اجده بمكان. ونقله الحافظ الدمياطي عن بعض مشايخه. ومما لم يثبت خبر فرقوها فرق الله همومكم. ده لم يثبت هذا الخبر. ويسن غسل رؤوس الأصابع بعد القص، لما قيل إن الحك بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد. يعني إيه؟ يعني بعد ما تقص بيبقى في آثار بقى كانت موجودة بين الظفر وبين اللحم، قذورات، حاجات معلقة، فالأحسن إنك تشطفها علشان ما تجيش إيه؟ تمسح جسدك او تهرش في جسدك، تقوم ايه تمسح الاثار دي في جسدك. والشعر كذلك، اي ان طال فينتف ابطه، اي شعر ابطه، فهو على تقدير مضاف، فالسنه فيه النتف لا الحلق، لكن ان عجز عن نتفه حلقه. ولذلك حكي عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه كان يحلقه. مره دخل على الامام الشافعي بيته تلمذته وكان عامل ايده كده اهو والحلاق بيحلق له باطن، فهم داخلين عليه كده قال: اعلم ان النتف افضل الا اني لا احتمله. لحسن يفتكرونه ما يعرفش يعني، ما يحتملش يعني النتف، بيوجعه. ولذلك حكي عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه كان يحلق ويقول: قد علمت ان السنه نتفه لكن لا اقوى على الوجع. ويقص شاربه، اي حتى تبدو حمرة الشفة. يقص شاربه يعني يخليه على حافة ايه؟ فمه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي سنن الشمائل المحمدية الامام الترمذي بيقول لك: ودخل بلال وكان قد وفى شاربه وفى، فقال له: اقصه لك على سواك؟ النبي بيقول له يعني اقص لك شاربك ده على سواك؟ احط سواك بينه وبين شفتك واقص لك الزيادة دي يعني على السواك؟ يبقى النبي كان يحب ايه؟ انه يحف بيه ايه؟ حافة، علشان كده احفوا الشوارب يعني اجعلوا على حافة الفم. ويقص شاربه اي حتى تبدو حمرة الشفة، وهو المراد بالاحفاء في خبر الصحيحين. ويكره استئصاله وكذا حلقه. يكره، ما قالكش حرام اهو. يكره استئصاله يعني ايه؟ يعمل حاجة ولا يدهن دهان عشان ما يطلعلوش الشعر خالص. ده استأصله. وكذا حلقه، ده برضه مكروه. ونوزع فيه بصحة وروده في الخبر
ولهذا ذهب إليه الأئمة الثلاثة على ما قيل، وأجيب بأن ذلك واقعة حال، فعليه على أنه يمكن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقص منه ما يمكن قصه ويحلق منه ما لا يمكن قصه، وبذلك يجمع بين الخبرين. يعني إزالته تماما بالكلية يحلقه كده عندنا عند الشافعية مكروه، وعند المالكية يعذر بثلاث جلدات. كان الإمام مالك يقول كده، إنه يحبش يبص الواحد كده حالق شنبه تماما كده، كانش يحب يبص المنظر ده. لكن في بعض العلماء قالوا لا، ده أحفوا الشوارب، يعني غلوها على اللحم يعني. فأنت بتلاقي بعض الناس كده اللي مربين اللحية يمكن بيحلق شارب معتبر، لكن الدليل مع الشافعية في هذه المسألة، الأولى تركه لأن الصحابة كان له شارب والنبي كان له شارب، وسيدنا عمر كان إذا فكر مسك سباليه يبرمهم كده، دليل أنه ليه سبالين مش حلقهم. فلا نتصور أن الصحابة كانت ترى النبي يحلق شاربه من الأصل وتترك شاربها، يبقى دل على، والنبي لما وصفوه واللي شافوه في الرؤية واللي وصفوا النبي وشافوه في حال حياته كلهم شافوه له شارب صلى الله عليه وآله وسلم، مش كده برضو؟ كان يقص منه ما يمكن قصه ويحلق منه ما لا يمكن قصه، وبذلك يجمع بين الخبرين. وقد جرى عليه بعض المتأخرين وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف بل يقص، لحديث فيه بل في حديث أن في بقائه أمانا من الجزام، وينبغي أن محله ما لم يحصل منه تشويه، وإلا ندب قصه كما قال الشبرم اللسان. ساعات شعر الأنف يطول أو يطلع بره كده يبقى يقص الزيادات بس، لكن يترك الباقي جوه لأنه هو مفيد برضه. ربنا جعل هذا الشعر إيه، كأنه مصفى بيصفي الهواء اللي داخل الأنف فلا يدخل إيه التراب والحاجات دي وما علق فيه. ويحلق عانته ويقوم مقامه قصها أو نتفها، لكن السنة في حق الرجل حلقها، وأما المرأة فيسن لها نتفها، لما قيل أن الحلق يقوي الشهوة فالرجل به أولى لأن شهوته ضعيفة، والنتف يضعفها فالمرأة به أولى لأن شهوتها قوية. ده إيه؟ على اعتقاد علماء السابقين والأمم السابقة كان اعتقادهم أن شهوة المرأة أقوى من شهوة الرجل، والله أعلم بهذا. ويتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها بها، وما قاله في يعني يجب على المرأة إزالة إيه شعر العانة لو أمرها زوجها، يعني هو يستحب، ولكن متى يجب؟ إذا أمرها زوجه، لكن هو أصلا يستحب كويس، لا يجب أصلا إلا إذا أمرها زوجها فيجب. وما قاله في الأنوار من أنه يستحب حلقها كل 40 يوما جرى على الغالب، لأن الغالب هي في خلال 40 يوم دي بتكون تولد تاني، والعبرة بطولها عادة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، ويسن دفن ما يزيل من ظفر وشعر ودم. ده ايه سنة برضو، ان يجمع اظافره يجمع شعره ويجمع الحاجات دي كلها ويدفنها، لانها محترمة، اجزاء من ادمي محترمة. ويكون السنة برضو ايه اولى واقوى في ازالة الاعضاء البشرية، لما يكون واحد عمل بتر عمل استئصال كلية عمل حاجة شال حاجة من جسمه، فبرضو ايه يفضل انه ايه يجمع يعني يوصي التمرجي والحكيمات والحاجات دي في اوضه العمليات يجمعوا له الحاجات اللي اتشالت منه دي ويلفها في ايه في قماش ويدفنها، مش كده برضو؟ يعني سنة يسن ذلك. والقصر العيني اول ما انشئ وكان الطلبة اللي فيه ازهرية، اول ما انشئ القصر العيني اصلا مدرسة الطب في مصر، وحتى الصور في تاريخ القصر العيني تلاقيهم كانوا لابسين عمائم وكاكولة، طلبة في الازهر كانوا مهتمين بالطب فبدأ الطب بيهم، كانوا هم الاطباء وكانوا أطباء مهرة وكانوا بيعالجوا الناس بالدين وبالطب وبالدعاء وبالأدوية وكل حاجة، كانوا علماء أجلاء أفاضل رضي الله عنهم. فعملوا عند مطلع زينهم مكان أرض اشتروها تبع مدرسة الطب، لأن هيعملوا عمليات جراحية ويستأصلوا أجزاء أدمية علشان يدفنوا فيها إيه هذه الأجزاء، وسموها إيه الترب مسبلة سبيل تبع جامعة القاهرة. وانت جاي كده طالع مطلع المقطم تلاقي كده ايه يعني في حيز تراب كده متحوط ويقول لك ايه تابع لجامعة القاهرة، مش كده برضه بتشوف الحكاية دي؟
او ده المفروض كل الاجزاء الادميه اللي في القصر العيني، الحانوتي بتاع القصر العيني المفروض انه يجمع الاجزاء دي كلها كل يوم كل يومين، وبيجي له برضه بعض الناس في الحوادث ميتين ومش معلومين الشخصيه، يعني ما يعرفش، مجهول ما يعرفش، فيقوم ياخدوه يدفنوه في هذه المقابر اللي هي مقابر الصدقه، مقابر السبيل، لانه كانوا يراعوا مثل هذه الامور. دلوقتي يعني ما بيراعوش قوي، يرموها لما تنتن يدوها للكلاب اللي حوالين بتاع اي حك بقى، لان قلت الديانه وقل احترام الادمي بسبب قله الديانه، كلما قلت الديانه يقل احترام الانسان، لان الانسان محترم بالدين، فكلما يعرف دينه يبقى محترم، كل اجزاءه محترم، كلما يقل دينه كلما يكون لا قيمة له. لكن في بعض طبعا الأجزاء بتتاخد بيتعمل عينات علشان تتحلل بالميكروسكوب، فدي طبعا بيسيبها، لكن في الأجزاء التي لا يتم تحليلها هي دي اللي ايه يجمعها ويدفنها. السنة كده. أيوه يا سيدي. وما قاله في الأنوار فين بس؟ تلاقي واحد من العلماء، وفي تلاقي كتاب، يمكن كتاب اسمه الانوار في فقه الشافعي، اصل مش كل كتب فقه الشافعي على فكره مطبوعه، فربما كان عندهم كتب هم اطلعوا عليها اسمها هذه الاسماء مش مشهوره، يعني ليس كل كتاب على فكره بيقولوا هنا احنا عارفينه، لان بعضها مخطوطات ولبعض المخطوطات ضاعت وكده. والتطيب اي استعمال الطيب، دي برضو من ضمن السنن، والتطيب يعني بعد ما يستحمى ويزيل الشعر والاظفار وينظف نفسه ويلبس الثياب الجميله البيضاء النظيفه، يسن له ان يتطيب اي استعمال الطيب، وفي بعض النسخ والطيب وهو الذي عليه شرح الخطيب واشار خطيب الشربين، لانه هو شارح ايضا في مغني المحتاج، وأشار لتقدير المضاف بقوله أي استعماله، لكنه لا، الخطيب الشربيني مغني محتاج لشرح المنهاج، للخطيب الشربيني شرح المنهاج مش شرح إيه، مش شرح، لكن ليه كتاب الإقناع في شرح متن أبي شجاع، يبقى لما بيتكلم على الخطيب هنا بيتكلم على إيه، متن الإقناع في شرح إيه، متن أبي شجاع للخطيب الشربيني، وكان مقرر على طلبة الأزهر زمان، وهو مطبوع على فكرة كتاب الإقناع. وأشار لتقدير المضاد بقول أي استعمالي، لكنه لا يناسب قول شارحنا بأحسن ما وجد منه، والمناسب له النسخة الأولى بأحسن ما وجد منه، يعني أحسن طيب وجده يستعمله عنده موجود يعني. وأولاه المسك، وأولاه يعني أولى حاجة المسك، المسك الأصلي طبعا، وده نادر بقى قليل، المسك الأصلي ده غالي أوي الوقت معروف يعني. ويستحب الانصات، خلاص لبس وتزوق وكمام ونظف نفسه وحط الطيب ودخل بقى ايه، راح المسجد وبدا بقى الخطيب يطلع، يبقى يستحب الانصات، يقعد ينصت بقى ما ينشغلش، يطلع ميكي جيب او يمسك السبحه يشتغل او يطلع القران بتاعه يقعد يقرا، يعني لا ما يصحش بقى، يبقى ايه، اول ما الخطيب يطلع يستحب له الانصات، ما يجيبش الجورنال يقعد يقراه ويفتح الجورنال ويقلب، فما يليقش الحاجات دي كلها، لكن في جمعته صحيح، جمعته صحيح مع إساءة أدبه، لكن مش هياخد تضعيف، لأنه إذا أساء الأدب لا تضعيف، مش كده برضو. ويستحب الإنصات وهو السكوت مع الإصغاء، أنصته يعني تسكت وتصغي، لأن ممكن تسمع وانت بتتكلم بس ما اسمكش منصت كده برضو، يعني ممكن تتكلم واحد وانت سامع برضو الكلام اللي حواليك تحصل، لكن ده اللي بيعمل كده ما اسموش منصت، واخد بالك. وقيل واستمعوا له وانصتوا، استمعوا بالاذن وانصتوا بالقلب، يعني بعض علماء التصوف قالوا كده، استمعوا وانصتوا، استمعوا له وانصتوا، يعني استمعوا بالاذن وتدبر بقلبك، يبقى الانصات امر ايه الى القلب، فلا ينشغل عما يستمع إليه بالأذن، يعني بعض العلماء قالوا مثل هذه الكلمة.
أي لسامع الخطبتين، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، وصرفه عن الوجوب خبر. إيه اللي خلانا ما قلناش إن الإنصات واجب؟ الشافعية رأيهم كده، في مذاهب تانية الإنصات عندها واجب شرع، واجب يأسم لو لم ينصت. الشافعية عندهم الإنصات مستحب وليس واجبا. ليه صرفتوا يا شافعية عن الوجوب؟ خبر قال لمن قال: متى الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب الجمعة، الرجل قال له إيه؟ متى الساعة؟ سأله كلمه، والإنصات يستدعي عدم الكلام، فالنبي ما قالوش لا تتكلم ولا تعد، بل النبي أجابه فقال له: ماذا أعددت لها؟ بقى في حواره بينه وبين واحد أثناء الخطبة. فالشافعية استدلوا على أن النبي لما لم ينهه عن عدم الإنصات فدل على أن الإنصات مستحب وليس واجبا، ده لرأي الشافعي. كويس. قال لمن قال: متى الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. ده صحابي جميل، ده صحابي جميل، يعني شوف الإجابة الحلوة، مش شايف نفسه، قال: أنا أعددت لها الجهاد معك يا رسول الله وتلاوة القرآن ليل نهار والصيام. لم ينظر إلى عمله أبدا، ده نظر لتوفيق الله له، قال: أعددت لها حب الله ورسوله بس، إنما كل اللي بعمله قليل في حق الله، ليس ناظرا لعمله، وإن كان الحب عمل القلب برضه، عمل القلب. عشان كده قال لك الصوفية أن الذرة من أعمال القلوب تعدل الجبال من أعمال الجوارح، يعني ذرة رضا في القلب تعدل آلاف الركعات في الثواب وأنت مش راضي بقلبك عما أقامك الله فيه. يبقى قاعد بيصلي 1000 ركعة طول الليل لكن إيه؟ لا، ليس قانعا بما أقامه الله فيه، وليس راضيا بقسمة الله له. يبقى والتاني نايم طول الليل لكن قلبه في رضا عن الله، تلاقي ربنا راضي عن اللي نايم ده ومش باصص للي ايه مش راضي ده، لان ذره من اعمال القلوب تعدل ايه جبال من اعمال الجوارح، لان القلب محل نظر الرب والجوارح محل نظر العبد، وفرق كبير بين محل نظر الرب في القيمه وبين محل نظر العبد في القيمه. انا ما بشوفك بشوف جوارحك، مش كده برضو؟ ده محل نظر العباد، نتزين قدام بعضنا ونخم بعض ونضحك على بعض والرياء والمراء وشغال، فهمت ازاي؟ لكن العبرة بالقلب، لان ده محل نظر ربنا سبحانه وتعالى. ماذا اعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: انك مع من احببت. ولم ينكر عليه الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت، واحنا عندنا قاعدة في اصول الفقه تقول ايه؟ تأخر البيان عن وقت الحاجة دل على عدم الحكم، تأخر البيان عن وقت الحاجة دل على عدم الحكم، يعني المسألة ما فيهاش حكم شرعي، لأن لو كان في حكم شرعي وجاء وقته والنبي أخره يبقى لم يبلغ، ومستحيل في حق النبي أنه يتأخر في البلاغ، فهمت إزاي؟ وعشان كده قالوا أن تأخر البيان عن وقت الحاجة محال في حق النبي لأنه ضد البلاغ. فلما هنا جاء وقت الحاجة، لو الإنصات واجب وجاء اتكلم وجاء النبي ما نهاهوش، أهو وقت الحاجة جاءه، يبقى دل على أنه لا حاجة للإنصات جازمة جازمة، فهمت إزاي؟ لكن هو أدب فقط من أداب الجمعة، خدت بالك دليل الشافعية يعني؟ مش معنى كده بقى تقعد بقى ترغي برضه وتقول أصل أنا شافعي، لا، الشافعية برضه ما بيرغوش، لكن هم المسألة مسألة هل ده واجب ولا مستحب سنة؟ دي المسألة، لكن احنا في الحالتين ننصت، فهمت؟ ايوه. لا مفيش تأخر بيان عن وقت الحاجة دل على عدم الحكم، مفيش حكمة تقتضي التأخير. ليه؟ لأن الحاضر الواقعة قد يمشي بعدها، فمين اللي هيبلغه إن النبي علق عليها؟ مش كده برضه؟ فلازم يقول له على طول في الحال، فمفيش حكمة تقتضي التأخير أصلا، فعلشان كده قالوا انه محال ان يتاخر البيان عن وقت الحج. اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حكم. لا يا استاذ، ده التاني ده جاي يعترف بحد من حدود الله، والحدود تضرب بالشبهات، دي مساله تانية، ده هو الراجل عارف حكم الله في المساله، عشان كده جاي عشان يقبل الحد، فهنا ما فيش تاخر بيان،
ده هنا عمل قاضي، عمل القاضي في الحالة دي أن يتثبت تماما ويديله فرصة. يمكن مش فاهم يعني إيه الزنا، يمكن قبل امرأة وافتكر أن التقبيل ده زنا، مش كده برضه؟ فالنبي أعرض عنه، أعرض عنه مش علشان القاضي يعني أولا يريد أن يدرأ الحدود، يبقى أدرأ الحدود بالشبهات، وإنه ما ياخدش بأول اعتراف، لازم الاعتراف يبقى يعني بغير، لدرجة أنه قال استنكهوه ليكون سكران، استنكهوه يعني شم ريحة فمه علشان يطمئن تماما أنه في كمال الاعتراف. يبقى ده فعل القاضي، دي مسألة تانية مش بيان، لأن البيان كان تم ومعروف أن الزاني ليه حد. خدت بالك؟ ولم ينكر عليه الكلام ولا يبين له وجوب السكوت، فالأمر في الآية للندب جمعا بين الدليلين، فلا يحرم الكلام عندنا على الراجح، لكن إيه؟ يكره. إذا انتفت الحرمة بقيت الكراهة، ولا بقي الإباحة؟ خلاف بين الأصوليين ويقعدوا يتناقشوا 10 صفحات. لما تنتفي الحرمة تبقى الكراهة ولا الإباحة؟ خلاف بقى. افتح بقى الدرس ده في علم الأصول الفقه تجد فيه مناقشات كثيرة. لكن في غالب الفقهاء لما ينفي الحرمة تبقى الكراهة، ولما ينفي الوجوب يبقى الاستحباب، في غالب كلام الفقهاء كده. كويس؟ فلا يحرم الكلام عندنا على الراجح، أما من لم يسمع الخطبتين فيشتغل بالقراءة والذكر وهو أولى من السكوت. افرض واحد جاي يصلي الجمعة لقى المسجد زحمة فقعد بره خالص، الصوت مش واصله، مش سامع خطبة الخطيب، وقاعد مستني يصلي، ففي الحالة دي ينشغل بقراءة القرآن وبذكر الله أولى. هينصت لإيه؟ ما هو مش سامع أصلا. فهمتني؟ يبقى اللي هو مش مدرك سماع الإمام يبقى في الحالة دي يشغل نفسه بذكر الله وبقراءة القرآن حتى يصلي مع الإمام. كذلك يقرأ هو. وهو أولى من السكوت، ويحرم على من تلزمه الجمعة الاشتغال بنحو البيع من العقود والصنائع. يعني كل واحد واجب عليه الجمعة يحرم ان هو ينشغل في صنعته في مهنته ويترك الصلاة، او ينشغل في ايه؟ اجراء اي عقود بيع او شراء او غير ذلك، او حتى عقد نكاح او اي عقد من العقود في وقت الصلاة، مما يشغل عن السعي إلى الجمعة بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإن باع حرم عليه مع الصحة. طب افرض عمل عقد بيع، واقف على باب الجامع ومقابل راجل هيشتري عربيته، كان عامل إعلان يوم الخميس إنه هيبيع العربية بتاعته، فاتصل بيه الراجل يوم الخميس بالليل قال له قابلني في صلاة الجمعة عند المسجد الفلاني، فقابله بعض وكان الخطيب شغال على الباب بره، قال له هي دي العربية؟ قال له العربية، تبيعها بكام؟ وقعدوا يتناقشوا واتفقوا على السعر وتم العقد أثناء صلاة الجمعة، صح العقد مع الحرمة، يبقى يحرم عليه والعقد صحيح. فهمت؟ لأن النهي هنا خارج عن العقد وليس داخل في العقد. فهمت؟ خارج عنه. فإن باع حرم عليه مع الصحة، أو لا راجل بتاع بطيخ واقف على الجام باب الجام، بطيخة بكام؟ لا يا راجل أقل من كده، شو قاعد بقى يتناقش والخطيب شغال، وراح واخد البطيخة اشتراها اداله الفلوس وراح حطها في العربية ودخل يصلي، قال لك أصل بعد الصلاة بيبقى زحمة على البطيخ فنلحق الوقت الدنيا رايقة، حرام عليه يعمل كده، بقلة بطيخ يوم الجمعة مش إشكال، يبقى كلها بعد العصر يا سيدي، ما حبكش يعني تشتريها وقت صلاة الجمعة. طب افرض عايز يشتري ضروري، ياخد معاه ابنه الذي لا يجب عليه صلاة الجمعة، ابنه الصغير، ويقول للواد في الطريق قبل ما يوصل: يا ولا هتلاقي الواد بتاع البطيخ واقف على الجامع بيشتري لنا بطيخة وحطها في العربية والمفتاح اهو وحصلني جوه. كويس؟ ما يجراش حاجة ساعتها، هو ما عملش حرام، واللي اشترى لا يجب عليه الجمعة. سهلة الحكاية دي. والراجل بتاع البطيخ راجل واعي كمان عالم، سايب مراته هي اللي قاعدة وقاعد جوه في الجامع يسمع الخطيب، يبقى راجل واعي برضه، لان الزوجه المراه لا يجب عليها الجمعه، يبقى كده علماء، علماء شغالين بيشتغلوا على طول فاهمين الدنيا فيها ايه، طالما ايه
او احنا كنا واحنا اطباء ما بنبقى نبطشيين في المستشفى يوم الجمعه، حوادث ممكن تيجي حادثه ساعه الصلاه، هنسيب المستشفى لمين؟ فكنا نخلي بقى جماعنا المسيحيين زمايلنا الاطباء المسيحيين يقعدوا يوم الجمعه، نقول لهم انتوا اقعدوا يوم الجمعه واحنا نقعد لكم الحد. فنسيب لهم المستشفى كلها وقت صلاه الجمعه، هم اللي ماسكين الاستقبال والحوادث والتخدير وكل، تبقى سهله حلوه. كنا بنعمل كده ايامنا بطشياتنا يعني، وربنا يهديهم جميعا. لكن لو كنت بتشتغل في حته ما فيهاش الا مسلمين خلاص انت لا جمعه عليك، لان تعتبر زي اللي واقف على ايه، على ثغر من ثغور المسلمين، حارس تحرس، يبقى لا جمعه عليك. اديك انت قاعد مستني يجي لك واحد بينزف، يجي واحد عامل حادثه تنقذ، واخد بالك؟ يبقى لا جمعه عليك، صلي ظهر، سهله الحكايه. ديننا لا يعني لا صعوبة فيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإن باع حرم عليه مع الصحة، لأن المنع منه لمعنى خارج عنه عن العقد يعني، وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير الجامع، أما من سمع النداء فقام قاصدا للجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فيه فلا يحرم عليه لكن يكره في الثانية. ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة دون الآخر أثم كل منهما، أما الأول فظاهر لأن تلزمه الجمعة، وأما الثاني فلإعانته على الحرام. يعني لو امرأة فاهمة واقفة هي اللي بتبيع وجوزها جوه بيصلي الجمعة وجالها راجل يطلب تقول له خش صلي الجمعة، مش بتبيعش لأن هي فاهمة، لأن لو باعت له تعينه على الحرام كويس بعد الصلاة، لكن لو جالها ابنه الواد الصغير تبيع له عادي، واخد بالك؟ وأما الثاني فلإعانته على الحرام، ويكره ما ذكر بعد الزوال وقبل الأذان المذكور لدخول وقت الوجوب، وهو الإنصات يعني، وهو أي الإنصات قول السكوت مع الإصغاء أي إلقاء السمع إلى الخطيب، فإذا انفك السكوت عن الإصغاء فلا يسمى إنصاتا. وقت الخطبة أي في وقت قراءة الخطبة الأولى والثانية، وما ذكر من سن الإنصات في وقت الخطبة هو الجديد. المذهب الجديد إن الإنصات سنة، والمذهب القديم الإنصات واجب، وهنا بنفتي بالمذهب الجديد القديم. الشافعية بيفتوا بالقديم في 14 مسألة، في 14 مسألة الشافعية ياخدوا بالقديم. وأما القديم فهو واجب وعليه فيحرم الكلام في وقت الخطبة أي حال ذكر أركانها، فلا يحرم في غيرها قطعا ولو حال الدعاء للملوك. ويستثنى من الإنصات أمورا، دي نقراها بعدين. طب لو قلنا أن الإنصات واجب يستثنى فيها أمور، إرشاد أعمى هيقع في بير، هقول له الحق وانا قاعد لقيت عقربة هتدخل في جيب اللي قاعد جنبي تقرص، يبقى نبهه، واخد بالك؟ يعني حاجات للضرورة بقى. هنقرأ دي ان شاء الله يوم السبت القادم، ونذكركم بالاحتفال بليلة النصف من شعبان في هذا المسجد بعد غد يوم الاثنين من صلاة المغرب بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون وفعل ذكري الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.